نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لي زوجة حامل في الشهر الأول حسب كلام الطبيب، وأنا لا أرغب فيها وقد عزمت على طلاقها. سؤاله: هل يجوز لنا أن نسقط الجنين الذي في بطنها لعدم إرادتنا استمرار الحياة؟ لا يجوز لكم هذا، لا يجوز لكم هذا. الجنين ربما ينفعكم الله به فلا تسقطوه، بل هو نعمة من الله عز وجل. نعم.